نروح للوثائق الأمريكية وما تضمنته من تسريبات تتعلق بالبريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بإدارة أوباما، واللي كشفت عن تنسيقها مع الإخوان وقطر لنشر العنف والفوضى في مصر والتدخل في الشؤون المصرية. إحدى الوثائق المسربة من البريد الإلكتروني لكلينتون كشف عن محادثة بينها وبين رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم حول ما سمي بصندوق الاستثمار المصري الأمريكي، وطلب مشاركة قطر في الصندوق، وأبدت قطر قدرا من الرغبة في ذلك بما يفتح لها المجال للتدخل في الشأن المصري وأيضا تمكين جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر في السنوات التي تلت عام 2011. معانا على التليفون الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير وأهلا بك يا فندم. أهلا بك وأهلا بالمشاهدين. اهلا وسهلا. قولي الى اي مدى كان من الممكن ان يعني يكون هذا المخطط الخبيث سبب في دعم الاخوان الارهابيه للسيطره على مفاصل الدوله المصريه؟ هي هذه ليست علاقه جديده، يعني ما تكشف هو مجرد يعني كشف عن بعض الحقائق او بعض الوثائق. علاقه هذه الجماعه الارهابيه بالولايات المتحده بتعود الى خمسينات القرن الماضي، وببريطانيا بتعود الى اربعينات القرن الماضي، فهذا ليس بجديد، لكن البعض يعني لا يقرا جيدا، لا يقرا التاريخ ولا يقرا الواقع السياسي لمثل هذه الجماعات الارهابيه التي لا تجد يعني حاضنه الا اجهزه المخابرات الغربيه، وبالتالي يعني علاقاتها سواء كنا نتحدث مع المخابرات الألمانية، مع المخابرات البريطانية، مع المخابرات الأمريكية، فهذه ليس بجديد، يعني قد يكون جديدا وصادما للبعض الذي بالفعل يعني يعيش في واقع تخيلي في مثل هذه الجماعات التي روجت الوهم لي، ليس فقط للمجتمع المصري، للمجتمعات العربية، لكثير من المجتمعات العربية، ونشأت فيها بعض الخلايا في الخمسينات وستينات القرن الماضي. وأظن طبعا أن معظم الدول العربية لفظت مثل هذه الجماعة، كانت هذه الجماعة أيضا بتحظى بدعم خليجي في السابق. أعتقد أيضا أن دول الخليج التي اكتوت من نيران مثل هذه الجماعات ومن سمومها يعني باتت الآن بتضعها على قائمة الجماعات الإرهابية. طب ما هو سر الترحيب القطري بإنشاء صندوق استثماري أمريكي مصري في ذلك الوقت في عام 2011 يا فندم؟ قطر هي مشروع وظيفي تخريبي، يعني قطر بتظن أنها لن يستقر لها نظام إلا إذا كانت يعني بتؤدي دورا تخريبيا أو دورا وظيفيا ليرضى ترضى عنها الولايات المتحدة وإسرائيل في المقدمة، فبالتالي يعني لا نلوم طبعا الشعب القطري، لكن بنلوم هذا النظام او بنضع المسؤوليه على هذا النظام الذي بالفعل يعني لديه قناعه واعتقاد راسخ بانه يعني ليس بنظام، وانه بالفعل وجوده رهين برضا او بان يكون داخل حضانه امريكيه او حضانه اسرائيليه. سواء بقى تحدثي عن علاقته ب جماعة الإخوان أو ببعض التنظيمات التخريبية الأخرى التي تعيش فسادا، يعني هذه الوثائق التي كشفت عنها التي الإيميلات أو البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون، يعني لم يتحدث أيضا، لم يتحدث فقط عن مصر، تحدث أيضا عن دور قطر في تدريب أو تمويل الجماعات التخريبية في سوريا التي كانت تسمى في البداية المعارضة السورية، ثم ووضح بعد ذلك أن هذه الجماعة هي تتكون على رأسها جماعة الإخوان الإرهابية وجماعات أخرى ما يسمى بجبهة النصرة وما استجلب من الخارج عبر تركيا، فبالتالي يعني قطر يعني نعتبرها هي يعني مشروع أو دور وظيفي تخريبي في قلب هذه المنطقة، وبالتالي يعني هي بتنفذ تعليمات ليست مبادرة قطرية، يعني قطر لا تملك أن تبادر بإنشاء صندوق او تمويل مثل هذه الامور، هي بتوظف في هذا الدور الذي يرسم لها. طب وازاي افشلت ثوره 30 يونيو هذا المخطط المشبوه يا دكتور؟ ثوره 30 يونيو استطيع ان اقول انها لم تنقذ مصر، فقط انقذت ما تبقى من العالم العربي، صحيح ان هناك ما خرب ومن الصعب يحتاج معجزه ان يعود مره اخرى في عالمنا العربي، لكن على الاقل حال
أنها أنقذت ما تبقى من هذا العالم العربي حتى بوضعه هذا بوضعه المضطرب الذي نراه حاليا. هو يعني يدين بالفضل لثورة 30 يونيو، لأن نحن نعلم أن هذه الجماعة كانت بالفعل تمتد بأذرعها في دول كثيرة من العالم العربي، سواء كانت في غرب في غربه أو في شرقه أو في على مستوى دول الخليج. أعتقد أن دولة مثل السعودية والإمارات كانت بتعاني، اكتشفت مؤخرا خطر مثل هذه الجماعة وبدأت تحاربها وأدرجتها على لم يكن هذا ليحدث لولا انتفاض الشعب المصري ضد حكم هذه الجماعة، الذي بالفعل أنا بعتبره كان منحة وليس محنة، منحة لكي يعلم الشعب بالفعل أو يعلم ما كان يروج له أو كان لديه يعني نوع من غياب الوعي عن مثل هذه الجماعات. فبالتالي كان يعني أعتقد أن ثورة 30 يونيو أنقذت مثل يعني صحيح. ما تبقى من العالم العربي. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، شكرا لحضرتك.